الأستاذ الدكتور أنور منير البطيخي من المملكة الأردنية الهاشمية. هو أستاذ المياه والتربة وفيزيولوجيا النبات في الجامعة الأردنية وجامعة العلوم والتكنولوجيا، ومنحت هذه الجائزة مناصفة مع الأستاذ الدكتور يوسف سلام النجار من المملكة الأردنية الهاشمية، أستاذ الطاقة في جامعة العلوم والتكنولوجيا. منحوا الجائزة لمساهمتهما المتميزة في النشر العلمي ومشاريع التنمية المحلية في محوري المياه والطاقة، التي وصلت لمئة مقال علمي في مجالات إقليمية وعالمية تتمتع بالمصداقية العلمية. الأديب حسن عبد الله من الجمهورية اللبنانية منح الجائزة لتجربته الطويلة التي تمتد لأكثر من 30 سنة. كرس معظم إنتاجه الأدبي للأطفال من قصص قصيرة وقصائد وأناشيد في أداء شعري متنوع تعليمي ومعرفي وإبداعي عام. الأستاذ جواد الأسدي من جمهورية العراق مخرج مسرحي ذو إنجاز فني متنوع في المسرح التجريبي العربي بصورة خاصة، فهو يمسرح العنف والمعاناة وقضايا وتعقيدات الواقع ويقدمها بإبداع يستحق التقدير. الكاتبة جورية طلعت فواز من الجمهورية اللبنانية منحت الجائزة عن دراستها الميدانية صدمة الحرب آثارها النفسية والتربوية في الأطفال، والتي تعتبر بحثا علميا جديدا في موضوعه، وتعكس جهدا متميزا في معالجة هذا الموضوع وانعكاساته النفسية والتربوية على الأطفال. الأستاذ الدكتور يوسف سعد الحايك من المملكة الأردنية الهاشمية، أستاذ الهندسة الميكانيكية في جامعة الإمارات العربية المتحدة في العين، منح الجائزة لمساهمته المبنية بشكل واضح على خبرات علمية بحثية نظرية وعملية في التكنولوجيا الحيوية وتطبيقاتها في الصحة العامة والطب، وقد تكرس ذلك بثمان براءات اختراع عالمية.